الخير عليكم. معانا النهاردة فنانة من الطراز الخاص، فنانة دخلت بيوتنا من أوسع الأبواب، ما دخلتهاش بس كفنانة، لا الحقيقة دخلتها كواحدة من البيت، تحس إنها أمك، تحس إنها أختك، وشها مألوف قوي بالنسبة لنا كلنا. بس أنا الحقيقة بالنسبة لي مش بصادفها النهاردة كفنانة، أنا بصادفها بالنسبة لي النهاردة كأم. طيب خلينا نشوف كده مين معانا النهاردة. النهاردة بستضيف الفنانة الكبيرة فاطمة عيد، بس الحقيقة أنا مش بستضيفها كفنانة، أنا بستضيفها كأم. يعني ما فيش حد عمل معاها حديث عن حياتها الشخصية، عن بناتها، عن حياتها في البيت، بروجرامها عامل إزاي في البيت. خليني أسألك يا مدام فاطمة ويا حاجة فاطمة، أحلى لقب بالنسبة لك يا ماما ولا يا فنانة ولا يا حاجة؟ تلات حاجات أحلى من بعض، وفي نفس الوقت الحاجة أو الأم أو الفنانة مش لاقي حاجة وحشة. قوليلي بقى بروجرامك اليومي كست بيت مش كفنانة بيبقى ماشي ازاي؟ عادي زي أي ست في البيت، عادي يعني الصبح بقوم نفطر أنا وشفيق، طبعا بنات الحمد لله اتجوزوا وكل واحدة في بيتها، وعشان يكون نتجمع كلنا يوم الخميس، وفي نفس الوقت أنا وبابا ساعات أو ما لقي شفيق هو اللي مجهز الفطار وساعات أنا اللي جهز الفطار، يعني اللي بيصحى قبل التاني هو اللي بيعمل الحاجة اللي احنا بنعملها. لما نتكلم عن الفن نتكلم عن زمان قوي، زمان قوي بدايتك كانت عاملة ازاي؟ يعني ايه الصعوبات اللي واجهتك في الأول خالص؟ فاطمة عيد أغلب الناس عارفينها بعد ما بقت فنانة كبيرة، لأ أنا عايزة أعرف الناس فاطمة عيد قد إيه تعبت عبال ما وصلت للي هي فيه دلوقتي. لا انا كنت وانا صغيره كده بغني، ف يعني كان في ناس في البلد، كنت مع ست اتنين ستات، واحده كانت اسمها حميده والتانيه اسمها مجيده اعتماد. اذا كانوا مات الله يرحمهم، اذا كانوا عايشين ربنا يكرمهم، بقوا ياخدوني. وبعدين في نفس الوقت انا كل اللي انا بعمله ان انا بحب الفن وماشيه معاهم، يعني بحب ان انا اغني، فبقوا الجيران من حلاوة صوتي بقوا يطلبوني بالاسم، عايزين فاطمة، ما يقولوش فاطمة يقولوا فاطمة. ففي يوم أنا قلت للست دي اللي هي حميدة دي أنا مش راحة شغل، إزاي بقى ما راحش شغل؟ راحت مسكاني حتة علقة هي وبنتها، بقيت أصوت. وبعد كده طبعا كرهتني الفن وكرهتني الدنيا كلها بالعلقة اللي ادتهاني دي. لما حصل كده ما حسيتيش بقى انتي لسه طفله صغيره واتصدمتي في الواقع؟ بقى صدمتي في الواقع ان لا ده فيه بقى حروب بقى وحاجات زي كده في الاول، ده ما خوفكيش؟ لا ما خوفنيش، عشان انا مش هعيش معاها على طول، انا الحمد لله ربنا فتحها عليا وجيت اتجوزت وجيت بقى مصر، وكنت سعيده الحظ ان كان جار الله يرحمه مصطفى الطائر وجه بالصدفه البحته انا بغني من جوه البيت، فهو استنط حط ودنه على الباب كده، فلغايه ما خلص قال بس هو الصوت ده اللي انا عايزه. قلت له عايزه فين؟ قال لي ده انا بدور عليه عشان نعمل لك اسطوانات وعايز الصوت ده بالذات. قلت له بتكلم جد؟ قال لي والله بتكلم جد. يعني كنت يعني دي كانت اول اغنيه تنزل لك وكسرت الدنيا، ولا كانت يعني بدايه وخلاص؟ اغنيه ده انا سجلت في يوم 11 اغاني في يوم 11 وفي استوديو صوت القاهرة، والفرقة كانت الفرقة الجماعية مصطفى عبد الحميد، خدت بالك؟ وصاحب الشركة الله يرحمه كان موريس اسكندر. فطبعا لما سجل 10 أغاني في يوم معجزة، معجزة من عنده، وبعدين نفس الفلكلور اللي أنا تربيت عليه، بس يبقى أنا الأستاذ مصطفى بقى فيه كلام يعني يتغير ليه، عشان في حاجات بتبقى خارجة وعشان المصنفات، فبقى يشيل الكلمة الوحشة واضيف كلمة حلوة على الإيه؟ على الأغاني، وغنيت الأغاني كسرت الدنيا. أنت فاكرة أول أغنية غنيتيها وكسرت الدنيا كانت إيه؟ خلي بالك، اللي خلي بالك يا ولا خلي بالك، أمي وأبويا ضربوني علشانك، وأبويا قال لي يا سمارة خلي بالك ما تطلعيش برا الحارة، خلي بالك وخلفت وطوعت الجارة، خلي بالك أمي وأبويا ضربوني علشانك.
امي وابويا ضربوني علشانك. هو انت كنت مربيه بناتك ازاي؟ هل بقى انت فنانه وهم طول الوقت في وسط الحفلات والسهرات والحاجات كده بيشاركوكوا الحاجات دي، ولا مربيهم ازاي؟ لا 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 ولا كان بيحتك بالفن خالص خالص، يعني الحمد لله ربنا جبر بخطر فيهم اللي بيها كل اللي كان يهمني تعليمهم نمره واحد و100 شرطه تحتيها انا وجوزي اللي هو شفيق الشاي. وفي نفس الوقت الحمد لله ربنا ما كسرش بخاطري، يعني داليا خريجة ترجمة فورية، نيفين أدب ياباني، شيماء إعلام إنجليزي، هالة تجارة إنجليش. فألف حمد وألف شكر يا رب إني ربنا ما كسرش بخاطري. وفي نفس الوقت عندي شيماء كمان صاحبة الصوت الجميل قوي 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 قوي. طبعا دي بونبونات العيلة دي، الله أكبر عليها، وهي أخ العنقود. بس انا يعني كان سؤالي ليه مغزى تاني خالص، يعني عاده احنا كانوا حتى اصحابنا في المدرسه ما يتخيلوش ان انتوا بتقفلوا علينا بقى، ولا مفيش خروج مفيش دخول كل حاجه بحساب، كانوا شايفين ان المفروض حياتنا تبقى اسهل من كده بكتير، تبقى فري. انما لا، انا عندي جوزي فلاح، يعني هو اللي هو شرطه بس فلاح. فلاح ايه يعني؟ عندنا مبادئ، عندنا اخلاق، عندنا قيم، عندنا عادات، عندنا تقاليد. فلا مالناش دعوه، حتى الدروس اللي كانت ولادي بتاخدها كانت تقول يا ماما روح لزميلتي اخد معاها، بابا يقول لها لا تعالي هنا انت وزميلتك والمدرس يجي هنا، ولا تروحيش لحد، انا ما اضمنش اللي انت رايحه لها دي شكلها ايه. معلش ما احكم بطبعك وطبع غيرك، لا، وابني في ملكك وملك غيرك لا، وربي ابنك انما ابن غيرك لا. زمان كانوا كل اصحابي يقولوا لي هي ماما بقى وهي خارجه بتلبس نفس اللبس اللي بتلبسه. قولي لي انت فعلا في الخروج كنت بتلبسي ايه؟ لا بلبس لبس عادي، لبس جيبات وبلوزات وتيشيرتات، انما في الشغل التصوير او في الشغل في الحفلات بلبس اللبس اللي انا تعرفت بيه ولفيت بيه العالم كله. رحت المانيا وسويسرا وهولندا والنمسا وامريكا وانجلترا، وما فيش بلد ما رحت، تونس مهرجان كورتاج 15 حفله، ما فيش بلد ما رحتهاش. قولي لي بقى تربية البنات سهلة ولا صعبة؟ والله الفضل ربنا ثم جوزي، حقيقة كان يعني عمره ما ضرب حد، بس لما كان يشخط الشخطة في البنت كانت تدخل أوضتها وتقعد تعيط، فكنت أقول لها أدخل على البنت أقول لها أنت ما تستاهلي، لو بتسمعي كلام بابا وما تطجنيش معاه عمره ما كان يكلمه. قلت الأدب يا شيخة بالكلام فير. لا 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 لا، الله أكبر على أولادي، الله والله ما في مخلوق يشوفكوا إلا ما يقول لي ونعم التربية، ونعم التربية فعلا، تسلم اللي ربى. وانتي ونعم الأم، وبابا كان فعلا ونعم الأب، ربنا يديك الصحة والعمر. قولي لي بقى بعد ما بناتك اتجوزت وبقت انتي وبابا لوحدكم في البيت بتعملوا ايه؟ اليوم بتاعكم بيمشي ازاي وازاي بتنكفوا في بعض؟ لا ما بنكفش في بعض، لا عادي، ليه يعني نشرب قهوة نشرب شاي أي حاجة بنحبها بناكلها كده، إنما يعني ساعات نخرج، نادر لما نخرج، إنما عاد البيت إحنا بيتوتي شوية. فنانة في الطبخ زمان، فنانة في الغنى، فجيت لقيت الدنيا معكوكة، راحت مسكاني علقة، ما فيش حد يملعيني في حاجة اسمها إن يعمل أكل زي حشكيك للقاضي يلي ظلمني، وحقول له يا قاضي يا قاضي أهو ده اللي قتلني.